السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الريبت كده هو كده كويسة ومفيدة وبتسهل الشغل، بس ايه المنافع الزيادة؟ احنا كان عندنا في الاوتوكاد في الاثبات، هنا في ادنس. الادنس دي بتزود امكانيات الجهاز. كترها غلط، انا ما بستبش كل الحاجات دي، انا بس مسطبها عشان اشرح الحاجات، انما بعد كده بشيلها. ليه؟ انا بشوف ايه الحاجات اللي انا بستخدمها كتير واللي انا مبستخدمش اشيله. يعني في حاجات خاصة بإنشائي، حاجات خاصة بكهرباء، حاجات خاصة بمعماري، اللي أنا هشتغل بيه هو اللي بخليه، واللي أنا مش هشتغل بيه أنا بروح حاسفه على أساس متقلش الجهاز وعلى أساس إن المشروع بتاعي ميضربش. في أدنس جميلة هنشوفها النهاردة مع بعض، دي اسمها باونس تولز. لو دورت عليها على النت هتلاقيها باونس تولز، بتلاقي فيها شوية أدوات كتير جدا مرة واحدة، مش واحدة ولا اتنين، لأ كتير، زي 3D View for All View. بدوس عليه بيروح عامل لي 3D فيو لكل دور، تمام. فده هيسهل على وقت كتير، بدل ما كنت هخش على 3D واقعد اظبط الارتفاعات واظبط الحاجات دي كلها، لا هي بضغط زرار واحده بيظبط الحاجات دي كلها، تمام. طيب الحاجه اللي بعد كده 3D فيو فور ورك سيت، هيعمل لي 3D فيو لكل ورك سيت. 3D فيو فور سيلكت اليمنت، اعلم انا على شويه عناصر كده، تمام. ورا ده شيفت عشان اشيل الحاجات اللي مش عايزها، ومجرد ان انا اقول له 3D view for select element اروح اعمل لي ايه ال 3D view بتاعي، تمام. انا عايز اجرب كل حاجه، بس هما كل واحد فيهم بتهن الجهاز، اخترت اقل واحده فيهم بتقل الجهاز، يعني عايزها تعمل كذا واحده فهتاخد وقت، ده واحده بس ف بسيط شوية. شينج تكست ستايل بيغير الارتفاعات، يعني ممكن يكون كله كابيتال او كله سمول، او اول حرف كابيتال ويبقى كله سمول، وانت عايز تعدل الحاجات ديت، فبدل ما تكتبها من تاني او تاخدها على برنامج الوورد ودوس شيفت اف 3 على اساس تعدل التكست تجيس، لا ممكن تغيرها من هنا. دايمنشن ستايل بيعرض لي دايمنشن كلها في ليست، واقدر اغير منها واعرف كل دايمنشن واخد انهي ستايل. create floors from rooms، دي جميلة، ممكن يكون أنا عملت الروم بس لسه ما عملتش الأرضية، أقول له create floor for rooms يروح عمل لي أرضية لكل أوضة، بحيث إن أنا أدير كل واحد فيهم البلاط الخاص بيها. يلا يا عم، حاجة هتسهل الشغل إيه؟ تمام، أنا بحب كده، بحب أدور على الحاجات اللي تسهل الشغل وتنجز الشغل معايا. element on level ده بيعمل لي ايه؟ بيعرض لي كل العناصر اللي موجودة في الدور الأول أو الدور التاني، بيعرض كل العناصر اللي موجودة في الدور، سواء تكييف صحي كهرباء كل حاجة. ممكن تروح رايح للحاجة اللي أنت معلم عليها، يعني ممكن تكون عندك بعض العناصر مش قادر تشوفها في المشروع، تيجي هنا وتقول مثلا لا انا ما عنديش كريتون وول، طب انا عايز اشوفها موجوده فين. ساعات بتفيد الموضوع دوت. ان بليس فاميلي ليست بيعرض لي الفاميلي اللي انا عاملها في قلب المشروع، انا في 2 ماس في قلب المشروع ممكن نروح لهم او ممكن نعملهم ديليت. ريفرنس فايل ليست بيعرض لي الريفرنس ليست، الريفرنس فايل في ليست. ريموف اول فيو لو انت عايز تلغي فيوهات ما عدا الفيو الحالي اللي انا واقف عليه. ريموف ان يوزد فيو لو انا عايز الحاجات اللي احنا ما استخدمناش، تمام، يعني غير الاكتف شيت وغير اللي موجود في الشتات الباقي كله يتلغي. سيكشن كرييت بحدد حيطه واقول له اعمل لي سيكشن ليها، سيكشن في الحيطه ممكن تكون حته مايله ممكن تكون فيها اي حاجه، هو يعمل سيكشن موازي للحيطه ديت. شيت دوبليكيت لو انت عندك كمية شتات كتير وعايز تعمل لها دبليكيت، يعني عملت مثلا كل الكهرباء وعايز تعمل دبليكيت للتكييف، الموضوع ده بس ما كانش بالضرورة، ده كان في حاجة تانية، خليت الراجل اللي يشتغل كل الحاجات بتاعته ورحت واخدها عملت لها دبليكيت ولقيت نفسي خلصت شغل. فيو تو شيت ببدأ احط الفيو بتاعتي في الشتات، سواب جروبس فور فاميليز. بعد كده بندخل بقى على الموقع العام بتاعي التوبوغرافي، ممكن عايز احط نقط قلب المشروع، ممكن عايز اعمل موديفاي لاي حاجه من الحاجات. ابديت ريفرنس نفس وركس تو ريفيت لو عندك حاجه عملتها في نفس وركس،
وعايز تبدأ تدخلها في الريفت. انا شايف مجموعة كبيرة من الادوات وكلهم بينزلوا مرة واحدة، والصراحة اضافة حلوة للريفت، كأنك ضفت مثلا قائمة مضيفاي مرة واحدة. اتمنى الموضوع ده يفيدكم ان شاء الله. اخوكم عمر سليم.